كمان من الثوابت الإيمانية للمسلم ما يستغناش عنها أبدا بأي حال من الأحوال في رمضان أو بعد رمضان، مسألة مداومة قراءة القرآن. في ناس كتير جدا في رمضان ختموا القرآن مرة، وفي ناس ختمت مرتين، وفي ناس ختمت 3 مرات، وفي ناس من ربنا عليها بأكثر من كده كمان، وفي ناس كانت بتقرأ بشكل بسيط كل يوم صفحة مثلا. طيب بعد شهر رمضان ما ينفعش المسلم يستغنى أبدا عن قراءة القرآن، لأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول في القرآن: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وكمان النبي عليه الصلاة والسلام بيقول في الحديث: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. انت خدت بالك من كلمة أصحابه؟ أصحاب القرآن مش بس اللي بيقرأوا القرآن في شهر رمضان، لا، أصحاب القرآن بيقرأوا القرآن طول الوقت، في الصباح وفي المساء، مصاحبين القرآن في كل الأوقات، مش بس قراءة، لا، قراءة وعملا وتدبرا وكل أنواع المصاحبة. لذلك حتى تلاقي النبي عليه الصلاة والسلام كمان بيقول في حديث في فضل قراءة القرآن: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. واوعى تفتكر ان هجر القرآن بيتمثل فقط في ان تهجر تلاوة القرآن، لا، ده الهجر انواع: في هجر التلاوة، وفي هجر السماع، وفي هجر التدبر، وفي هجر العمل بأحكام القرآن، وفي هجر التداوي بما جاء في القرآن.